طيب خلينا كده نراجع اللي احنا عملناه ثرو اوت الترم عشان بقى الميد ترم وكده. احنا قلنا ايه؟ انا عندي الاي ام عباره عن ايه؟ عباره عن الدبل سايد باند صح؟ وقلنا ان ده عباره عن ايه؟ لارج كارير سبريس كارير صح كده؟ نكتب اسمه بس. طيب وعندي ايه؟ عندي اللارج كارير ده الفورمولا بتاعته ايه؟ M of T صح؟ plus A C كل ده مضروب في الكوزاين أوميجا C of T صح؟ طيب الناس شايفة كده لو أنا وقفت كده يعني؟ ماشي إيه؟ أعمل كده؟ طيب تمام؟ طيب سبريس كارير سبريس كارير بقى كان إيه؟ كان M of T صح؟ مضروب في كوزاين على طول صح كده؟ طيب قلنا ازاي بنعمل سكتشنج في التايم دومين. لو انا عندي لارج كارير برفع الاول الكارير بالدي سي اللي هو الاي سي ده الفاليو بتاعته اي سي، بعد كده بعمل ريفلكشن بعدين برسم الكوزاين ايه في النص. لو سبريس كارير برسم الكوزاين وبس، بعمل ريفلكشن برسم الكوزاين وبس. لو عندي لارج كارير بعمل ايه؟ برفع وبخلي الكارير مكمل ايه من عند الايه من عند الاطراف السيجنال اوكي كده. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ عن المودوليترز ودي مودوليتر. قلنا المودوليتر في اللارج كارير عندي ايه؟ عندي سبريس كارير سوري سويتشنج مودوليتر السويتشنج مودوليتر. طيب سبريس كارير عندي ايه؟ عندي ثلاثة. ايه هما بقى؟ لا ايه لا مالتبلاير ماشي عندي مالتبلاير ماشي ونون لينير وايه وسويتشنج. طيب ودي موديليشن عندي ايه مالتبلكسنج وسويتشنج مالتبلاير بضرب في كوزاين سويتشنج بضرب في بريودك سيجنال الفاندمنتال فريكونسي بتاعتها اوميجا سي اللي هي مثلا زي سكوير ويف طلع لي هارمونكس كتير واروح واخده ايه اللي انا عاوزاه بس اوكي. طيب مش هو بيقول ايه فرق ما بين المالتبلاير وما بين السويتشنج؟ السويتشنج بضرب في بريودك سيجنال مش كوزاين، بضرب في مثلا في سكوير ويف ولا اي حاجه وبعدين بعرف اخد الهارمونيك اللي انا عاوزاه. لا اي بريودك سيجنال أي... ايه لا ده لو انا شغاله لارج كارير. هنشوف في البروبلم بتاعت مثلا الميد تيرم كان الدكتور عامل سويتشنج مودريتور بس عندي هو فكره كلها ان عندي الام اوف تي ضربت في بريودك سيجنال دي جت ازاي مالكش دعوه تاني. سويتشنج عباره عن ان انا بضرب الام اوف تي بضربها في مين؟ في بريودك سيجنال تطلع كوزاين تطلع سوري تطلع سكوير تطلع اي حاجه بس المهم يكون ليها ايه هارمونكس عند عند الاوميجا سي والايه والمالتيبلز اوف اوميجا سي تمام. هتشوف كده في البروبلم بتاعت الميد تيرم جبت منين البريودك سيجنال دي مش عليك اوكي. لكن احنا شفنا السويتشنج مودوليتر في حاله اللارج كارير بتاعت الدايت ده فكان عندي ايه؟ عندي الام اوف تي مجموع عليها كوزاين وبتعدي على دايت ده كان بيديك ايه؟ بيديك لارج كارير بس لو استخدمت نفس البتاع مش هيديك سويت السبريس كارير صح؟ طيب نيجي بعد كده للدي مودوليشن عندي ايه؟ عندي نوعين يا اما كوهيرنت يا اما نون كوهيرنت صح؟ الكوهيرنت بعمل ايه؟ ده مش هينفع ده الميد تيرم الاسبوع الجاي بضرب في كوزاين وبعدين اعمل ايه؟ اعديها على لوباس فلتر. طيب وبعد كده النون كوهيرنت انفلوب ديتكتور صح؟ طب ايه الكونديشن بتاع الانفلوب ديتكتور؟ يكون اسرع من ايه وابطا من ايه؟ اسرع من سيجنال وابطا من الكارير. اللي انت مش عاوز تلحقه هو اللي لازم تكون ابطا منه اوكي؟ يعني مش عاوز الحق مش عاوز اجري ورا الكارير فلازم اكون ابطا منه، بس عاوز اجري ورا السيجنال فلازم اكون اسرع منه. اوكي؟ طيب نيجي بعد كده للباور، الجنرال رول بتاع الباور هو ايه؟ هو ليميت لما التي تنس تو انفينيتي 1 على التي انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي اكس اوف تي ابسوليوت سكوير دي تي ابسوليوت سكوير. خدوا بالكم اوكي؟ طيب احنا قلنا الباور بتاع كوزاين هو ايه؟
امبليتيود سكوير على الاثنين ايا كان الامبليتيود بتاعها ايه. طيب لو انا عندي المسج بتاعتي ام اوف تي ديت كانت سنجل تون، سنجل تون الباور بتاعت الموديليت سيجنال لو هي سبريس كارير هتبقى ايه؟ هي تبقى عبارة عن ايه اصلا؟ اي ام صح؟ كوزاين في كوزاين، واحدة بتاعت الكارير واحدة بتاعت السيجنال، ففي الاخر انا بعمل ايه؟ هفضل اقول امبليتيود سكوير بس ده هتفك ايه؟ نص ونص صح؟ ففي الاخر هيبقى عندي اي ام على الاثنين اول سكوير على الاثنين، بس ده ايه؟ ابر مرة ولور مرة، فاكني بضربها في اثنين فتديني ايه بقى؟ الاي ام سكوير على الاربعة. طب لو عندي لارج كارير هيبقى باور توتال كام؟ بس اي ام سكوير على الاربعة بلس اي سي سكوير على الاثنين. طيب لو عاوز اكتبها بفورمولا بتاعت الميو، عاوز احط as a function of ميو، بقول ان هو باور بتاع الكارير صح؟ في ايه؟ 1 بلس ميو سكوير على الاثنين. طيب لو عاوز اجيب الافيشنسي as a function of ال... يعني قولوا الجنرال رول الاول بعدين قولوا equal كذا. جنرال رول بتاع الافيشنسي ايا كان السيجنال عندي ايه هي ايه؟ بالظبط هي الباور بتاعت السايد بانز جمع على التوتال. لو انا عندي سنجل تون فالافيشنسي عبارة عن ايه؟ ميو سكوير على ميو سكوير بلس 2. تمام كده؟ ماشي. الماب دي لازم تكون في دماغكم شوية اوكي؟ طيب ايه الجديد بقى؟ الجديد ان انا خلاص خلصنا الجزء ده ولقيت ايه بقى؟ لقيت ان انا في الدبل سايد باند انا ببعت الابر واللور صح؟ باخد ايه؟ باخد باور كتير وباخد ايه كمان؟ باندوث كبير. فقالوا خلاص احنا ايه؟ ما نعملش ما نبعتش الاثنين بما ان انا اصلا شغال على ريل سيجنال ويمينها زي شمالها اوكي؟ يعني هي سيمتريك، فخلاص انا هبعت نص واحد بس للابر لللور واقدر ايه؟ من خلاله اقدر اعمل ايه؟ اجيب التاني. طيب فده عملوا ايه؟ قالوا سنجل سايد باند. نرجع تاني بتاع ده ورا. طيب السنجل سايد باند هو عباره عن ايه؟ عندي السيجنال دي بتاعتي عملت لها موديليشن فبقت عامله ازاي؟ بقت هنا وهنا اراوند الاوميجا سي والنيجاتيف اوميجا سي، وبعد كده هعديها على فلتر شارب فلتر لو عاوزه ايه؟ الابر سايد باند. هي بشكل عامل الفلتر عامل ازاي؟ هعديه على الفلتر شكله عامل كده عند الاوميجا سي كده. لو upper side band هاخد ده صح؟ لو lower هاخد ده، ده lower side band، ولو عاوز اخد upper هاخد ده. في الاخر السيجنال هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى عاملة كده. لو هي upper لو هي lower هتبقى شكلها ايه؟ عامل كده. تمام كده؟ طيب ايه مشكلة الموضوع ده؟ صعب قوي ان احنا نعمل ايه؟ شارب فلتر اوكي. فانا وفرت عندي هنا لو باندويث ولو باور، بس ايه؟ فيري هاي كومبلكسيتي. اوكي طيب ايه بقى الحل؟ انا خلاص انا ممكن استغنى عن شويه ايه؟ شويه باور شويه باندويث، بس ايه؟ ما يبقاش عندي الكومبلكسيتي العاليه ديت، لان الكومبلكسيتي يعني فلوس اكتر. اوكي طيب قالوا هيعملوا ايه؟ قالوا خلاص انت ما تستخدمش، مش لازم تعملي شارب فلتر، اعملي فلتر بياخد لي ايه؟ بياخد لي الابر مثلا ابر سايد باند، وبياخد لي حته من ايه؟ من اللور. اوكي مش لازم يكون بياخد لي ايه؟ الابر بس. ده سميناه ايه؟ سميناه فيستيجيال سايد باند. ده عندي نفس السيكونس كده، عندي السيجنال كده عملت لها موديليشن، تبقى عندي عند الهاي عند الاوميجا سي والنيجاتيف اوميجا سي، بعدين هعديه على فلتر، بس الفلتر المره دي شكله عامل ازاي بقى؟ شكله عامل كده. طب انا باخد الابر، خدت الابر كله وباخد حته صغيره من ايه؟ من اللور. اوكي كده. طب لو عاوز اعمل دي موديليشن هعمل ايه؟ ما انا يعني الابليكابيلتي بتاعت بتاعت ايه؟ بتاع اي سيستم، انا لازم اعرف اعمله دي موديليشن ويرجع لي سيجنال صح. صح كده؟ طيب
احنا بما اننا رفعنا على كارير يبقى محتاج اعمل ايه؟ نزل مع كارير صح؟ طيب يبقى اول حاجه اعملها انزل من على الكارير بتاعي، فيظهر لي ايه؟ ده كله يتشفت مره يمين ومره شمال صح كده؟ طيب ده كله مره يتشفت يمين ومره ايه؟ يتشفت شمال. لما دول يأوفرلاب كده على بعض هنا ايه اللي هيحصل؟ هيدوني ايه؟ هيدوني هنا في الاخر شكل حاجه عامله كده صح كده؟ صح ولا ايه؟ طيب مش ده عمل ديستورشن؟ بعمل دي موديليشن، عاوز اتاكد ان انا بعرف ارجع السجن. اه بالظبط، نزلت من على الكارير. الكوزاين بيعمل ايه؟ بيشفت ده يمين وشمال ماشي؟ هي فكره ان السيجنال كده كده هتتشفت، انا بس عاوز اطمن ان الفلتر، انا عاوز اوصل لكونديشن على فلتر يضمني ان السيجنال بستقبلها صح. فلما جيت شفت الفلتر كده يمين وشمال، لقيت اللي بيحصل ان الفلتر عمل لي شكل غير ايه؟ انه يبقى لو باس فلتر او مش شكل فلات. طب ما ده عمل لي كده ديستورشن في السيجنال صح؟ لو انا كنت واخده مثلا الشكل ده كده، حتى عشان تبقوا يعني متخيلينه اكتر، ده يبقى عامل ازاي بقى؟ عامل كده، وبرده الناحيه الثانيه هنا فيه جزء كده، فده يديني في اخر شكل عامل ازاي؟ حاجه طالعه كده، فادتني ديستورشن صح؟ يبقى ايه محتاجه اعمل ايه عشان ما اضمن ان ما يبقاش فيه ديستورشن عندي في السيستم؟ ها ايه؟ مش سامعه علي صوتك. ايوه، ولازم يكونوا ايه؟ بعاد شويه عن بعض صح؟ تعال كده نجرب اللي هما بيقولوا ان انا ايه؟ ان انا اخد شكل يكون عامل كده، ان هو ابعدهم شويه عن بعض، ولازم السلوبس يكون ايه؟ ايكوال. هو السلوبس ايكوال لان اليمين شبه الشمال اوكي؟ هي ايه؟ ابعدهم شويه عن بعض. طب بعتهم شويه عن بعض، لما جم اتشفتوا بقى شكلهم عامل ازاي؟ بقى ده ماشي كده وده ايه؟ عكسه كده. فلما جمعوا على بعض اداني ايه؟ اداني فلات توب. طيب خلينا نتكلم بقى جنرال ماشي. انا ايه اللي يفرق معايا في الفلتر بتاعي عشان ما استخدمش اي يعني يبقى بعمل دي موديليشن على طول دايركت؟ ايه؟ لا انا غيرت الشكل ده، بدل ما كان يعني ده هو ده، بدل ما كان ده فلات، بدل ما كان هنا ده هنا كده، بقى ايه؟ بقى مشطوف كده، يبقى فيه كسره كده، يعني الحته ديت هي الحته دي، اكني عملت كده، غيرت بس السلوب. اوكي طيب ايه بقى الكونديشن بتاعي؟ كونديشن ان انا يكون عندي الاتش اوف اوميجا ماينس اوميجا سي اللي هي بتاعت الفلتر ده بلس اتش اوف اوميجا بلس اوميجا سي، وان ده هو الاتش اوف اوميجا. بس ده بعد ما دي موديليشن شفت يمين مره وشمال مره، فالحته دي هي الايه؟ هي المجموع بتاعهم هما الاثنين صح؟ لازم يكون ايه؟ بيساوي كونستنت. طب لو مش بيساوي كونستنت بقى هعمل ايه؟ ها احنا قلناها واحنا بنشرح البالس موديليشن بالظبط، ايكوالايزر بالظبط. عندك حاجه عاوز تشيل التاثير بتاعتها او حاجه عامله ديستورشن في السيستم عندك، هتعمل ايه؟ تستخدم ايكوالايزر. تمام؟ يبقى ممكن نعمل ايه بقى؟ بدل ما كنا هنا هنستخدم لو باس فلتر عادي في حاله ان انا عندي دول كان فلات توب كده، دلوقتي لا، هستخدم مين؟ ايكوالايزر. ايكوالايزر الترانسفير فانكشن بتاعته تبقى ايه؟ واحد على الفانكشن بتاعت الحاجه اللي انا عاوز اقلبها او عاوز اشيل تاثيرها صح؟ ما هو ايه؟ هو ما ده في الاخر الفلتر ده انت اللي حطاه بايديكي في الترانسميتر، فعند الريسيفر هتحطي عكسه يعني كديزاين انت اللي بتعمليه. اه يعني هي دي ما فيهاش مشكله دلوقتي، ده ما فيهوش مشكله. هتشوفي مثلا اكزامبل بتاع الشيت هتلاقي ان في مثلا ديستورش، فتيجي تقسمي عليه فتجيبي شكل لما تيجي تضربيهم في بعض عند الريسيفر ماشي يديكي واحد. اوكي كده؟ حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه؟ طيب نبدا بقى نشوف الشيت كده. بروبلم دي بيقول ايه؟ بيقول عندي فيستيجيال فلتر اتش 1 اوف اوميجا
في الترانسميتر الشكل بتاع الترانسفير فانكشن هي بتاعته دي، لما بيجي يرسم حاجه شكل يعني ده الشكل بتاعها، ده معناه مش معناه ان هو في البوزيتيف فريكوينسيز بس، ما فيش في النيجاتيف، في زيها في النيجاتيف بس هو مش راسمها. اوكي طيب، وبعد كده بيقول ان الاف سي بتاعتي هي ايه، هي 10 كيلو وعندي باندويث بتاع سيجنال 4 كيلو ماشي، بيس باند سيجنال يعني ده كيلو هرتز. وبيقول عاوز الكورسبوندينج ترانسفير فانكشن اوف الايكوالايزر. ورقه وقلم بقى وجرب كده. طيب تعالوا نبص كده هو عمل ايه او ايه اصلا كان مطلوب في السؤال، عشان انا حاسه ان في كذا حد ما كانش فاهم. طيب الترانسميتر بتاع فيسيجر سايد باند هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بضرب في كوزاين زي ما عملنا كده هنا، وبعدين بعمل ايه؟ بعديه على الفيسيجر فلتر اللي هو ايه، اللي هو في الحاله دي هو الشكل ده. اوكي طب لما اعمل بقى دي موديليشن بعمل ايه؟ بضرب الاول في كوزاين برضو بنزله من على ايه، من على الهاي فريكوينسي للبيس باند، وبعدين بعمل ايه، بعديها على ايكوالايزر. هو عاوز مين؟ عاوز الترانسفير فانكشن بتاع الايكوالايزر ده. يبقى انت لو انت مشيت مع البلوك دياجرام كده، انا عندي ده او ده الاوتبوت بتاعي اللي هو شكل ده، هضرب اول حاجه ايه في كوزاين صح، هينزل من الهاي فريكوينسي للبيس باند. فزي ما باشمهندس عمل كده اوكي، عمل ايه؟ خد الترانسفير فانكشن دي او خد الايه الفلتر ده، شفته، ما هو ده موجود زيه في الايه يمين وشمال، فشفته بايه، باف سي. اف سي عندنا كام؟ 10، فاكن ده السنتر بتاعي، ده اللي هيروح عند زيرو صح، فراح حطه هنا عند زيرو، فمشي كده اللي هو ده الجزء اللي هو ايه اللي جاي من على اليمين. طب الجزء اللي هو جاي من على الشمال اللي هو الجزء ده اوكي، وبعدين عمل ايه؟ جمعهم، ولسه عندي واحد، عندي هنا كومبوننت عند الاثنين اوميجا سي وعند الايه نيجاتيف 2 اوميجا سي، بس انا مش مهتميه بيهم صح، انا مهتميه بمين؟ اللي عند بيس باند صح. طيب فبقى عندي دول اتجمعوا على بعض، انا عندي دول اثنين ستريت لاينز كده ادوني ايه الفلات توب ده، ده الامبليتيود بتاعه واحد، ده 1.5 وده ايه، ده 2 اوكي كده. انا عاوزه لما اجي اضرب، عاوزه يعني ترانسفير فانكشن، عاوزه بلوك كده لما اجي اضربه في الايه في الفلتر ده او اللي هو المجموعه الفلترز ديت، تديني ايه، تديني 1. فهعمل ايه؟ هقسمها ريجنز كده زي ما هو عمل، ده اوريدي 1 صح، فايه هيبقى برضو ايه ستيل 1. طب من هنا ده 1.5، يبقى لازم اقسم على ايه، واحد على الفاليو دي اللي هي 1.5 اللي هي تطلع كام، 2/3. طيب وبعد كده ده 2، يبقى هيبقى واحد على الاثنين، تديني ايه الفلات توب ده ونص. طيب تعالى نبص كده، لو انا عندي ده قسمته كده الريجنز وعاوز اجيب الايه الاوتبوت، ضربت دول في بعض كده، كل مره لما تيجي مثلا سؤال زي ده في الامتحان اعمل تشيك على نفسك كده ان الحاجه اللي انت طلعتها دي اضربها في الشكل ده لازم تطلع لك ايه 1. تعالى نبص كده، ده هضربه ده يديني ايه، يديني ال 1. طيب وده 2/3 × 3/2 تديني ايه برضو 1، بعدين هنا 2/2 تديني ايه 1، وبعدين ايه نفس الفكره الناحيه الثانيه.
لغايه ما تقف عند الفور هنا والفور هنا. ده الفلتر نفسه بالظبط. بس انا مش فارق معايا، يعني مش فارق معايا السيجنال صح، مش فارق معايا المسج شكلها عامل ازاي، انا فارق معايا في الاخر الفلتر ده ما ياثرليش على المسج بالظبط. اوكي حد عنده مشكله؟ ها طيب ندخل على البروبلمز اللي بعدها. السؤال ده مديني بلوك دايجرام ده اوكي، وبيقول لي شو ذات ان السكيم ده كان كان دي موديليت ذا اي ام سيجنال ريجاردلس ذا فاليو اوف اي. طيب هعمل ايه؟ همشي مع بلوك دايجرام. عندي ده ايه امبليتيود موديليشن او اللي هو دبل سايد باند لارج كارير صح؟ هضربه اول حاجه في كوزاين هتديني ايه؟ عند النقطه دي اي بلس ام اوف تي ها كوزاين سكوير صح؟ اللي هي ايه؟ زي ما انتوا بتقولوا كده اللي هي نص 1 بلس كوزاين مظبوط. لا مذاكرين ماشي. بعد كده هعديه على ايه؟ لو باس فلتر هشيل انهي كومبوننت؟ ده صح؟ هيفضل لي مين؟ هيفضل لي نص A بلس M اوف T. هعديه على الدي سي بلوكر بالظبط. هيشيل لي مين ده؟ هيفضل لي في الاخر ايه؟ نص M اوف T. فهنا انا ما فرقش معايا الفاليو اوف A ايا كان هو الفاليو اوف ايه، ايه هيبقى ايه هو يعني الدي سي بلوكر هتشيله. اوكي طيب بعد كده في بلوك دايجرام تاني هنا بيقول لي ان انا بستخدم البلوك دايجرام ده عشان اعمل دي موديليشن للاي ام سيجنال. طبعا بيتكلم على ايه ام سيجنال؟ هو بيتكلم على مين؟ دبل سايد باند لارج كارير اوكي. وبيقول انه عاوز بعد ما اعمل بمشي مع البلوك دايجرام ده اطلع السيجنال عند البوينتس دي كلها اي ام. لو بيتكلم على اي ام موديليشن الديفولت ان هو بيتكلم على الدبل سايد باند لارج كارير اوكي. طيب هنا هو بيقول لي عاوز السيجنال عند النقط دي كلها، وبعد كده بيقول لي بعد كده بيقول لي point out ال distortion term اوكي. خلينا الاول نمشي بس الاول مع البلوك دايجرام وبعدين نشوف ال distortion term. هنا انا عندي ايه؟ عندي احنا قلنا ان ده لارج كارير هيبقى عندي a plus m of t cosine omega c of t صح كده؟ عند ال a ده عند ال a. عند ال b هعمل ده كله squaring صح؟ فممكن اقول ان هو ايه؟ ان هو a plus m of t وال سكوير في كوزاين سكوير هفكها على طول هو ايه؟ نص 1 بلس كوزاين 2 اوميجا سي اوف تي. بعد كده هعديها على اللو باس فلتر هتشيل لي مين؟ ده هيبقى عندي نص A بلس M اوف تي وال سكوير. بعد كده هعديها على دي سي بلوكر لازم افك ده هيبقى عندي ايه؟ M اوف تي سكوير بلس 2 A C m of t plus a c square. يبقى عند الدي هيشيل لي مين؟ بالظبط هيشيل لي ده هيفضل لي مين بقى؟ نص m of t square خلينا نشيل ده بقى نحط هنا الاثنين plus a c m of t. اوكي فين الديستورشن تيرم؟ لا ده الديستورشن اوكي. ده اكني عملت امبليفاينج سيجنال عادي بقى اوكي. فده ايه؟ ده ديستورشن تيرم ديستورشن تيرم. طيب بيقول لي ايه بقى بعد كده؟ بيقول لي شو ذات ان لو الفاليو ها هو انت عملت انتجريشن عليها؟ لو انت عملت انتجريشن هي ام اوف تي سكوير. لو انت عندك انت ضربت ام اوف تي في ام اوف تي هي ستيل سيجنال بس يعني عندك ايه؟ عندك مثلا ده زي مثلا انا عندي مثلا شكل عامل كده ضربته في ده هيديني ايه؟ هيديني دي سي. فاهم الفكره؟ ان ده عندي في الاخر ده فانكشن في التايم. لو انت عملت انتجريشن على ام اوف تي سكوير هقول لك ده هيديك دي سي فاليو، لكن ده عند كل تايم انت بتعمل يعني بتعمل سكويرنج للفاليوز اللي عندك فتعمل سكويرنج لدي ودي ودي فتديك في الاخر ايه؟ اكنها
حاجة مثلا عاملة كده مثلا. اوكي طيب بعد كده بيقول لي شو ان الـ A ده لو كان الفاليو بتاعته كبيرة قوي distortion term ده هيبقى الفاليو بتاعته صغيرة. ممكن تعمل اما توصف كده او تكتب شرح للايه الايكويشن دي او ممكن تاخده ايه الاي سي بره هيديك في الاخر ام اوف تي سكوير على الاثنين اي سي بلس ام اوف تي وتقول ان ايه الاي سي ده لما بيزيد قوي فانت الترم ده هيقل. اوكي ماشي احنا لما خدنا الاي سي بره انا قسمت الام اوف تي او الديستورشن ترم ده على فاليو بتاعت الاي سي فكل ما كبرت انا عماله اقسم الديستورشن ده على فاليو كبيره جدا. لو الاي سي ده رقم كبير قوي اكنه لما بيتنس تو انفينيتي ايه اللي يحصل؟ هلاقي ان الفاليو ده في الاخر عمال ايه يقل جدا صح؟ بلس اصلا ان الام اوف تي سكويرد ماشي لا بلاش بلاش خلاص لو ماشي خلينا نقول ان هي في الاخر لما بسمع حاجه كبيره قوي ان هي ايه بتروح. اوكي طيب احنا كده خلصنا الشيت ممكن بقى نحل ميد تيرم. سكشن داخله في الميد تيرم هو سكشن النهارده داخل في الميد تيرم هو بس عشان انا ما بشوفش ايه بينزل بس هو سكشن واحد للاي ام صح ولا لا؟ بالظبط. ده برضه ده طيب هنا هو مدينا ايه الاسئله في الامتحان عاده بيبقى فيها حاجه شبه كده يعني الميد تيرم اعتقد بتاع السنه اللي فاتت كان عباره عن حاجه شبه كده بس فيها برانش تاني مش شغال اصلا لا هو شغال بس انا عاملاه كده ماشي هو بيدينا بلوك دياجرام اوكي بيستخدم مثلا مش لازم يستخدم كوزاين او ممكن يستخدم كوزاين بس مش لازم يبقى حاجه محفوظه يعني هنا مثلا مستخدم لك ايه سويتشنج مودريتور عباره عن ايه عباره عن الاكس اوف تي مثلا مديها لك دي هتضرب في سكوير ويف هتعدي على باند باس فلتر وطالب مين؟ طالب مره ترسم اللي خارج بعد السكوير ويف هنا مسميه واي اوف تي ومسمي ده ايه؟ زد اوف تي وبعدين طالب ايه؟ تعديه على الفلتر ده بعد كده يعني هو يعني سيكونس مساله كده. في مثلا مسائل ثانيه كان انا فاكره مش فاكره التفاصيل قوي بتاعت الترم السنه اللي فاتت بس كان في برانش حاجه شبه كده وفي ايه؟ برانش ثاني بيعمل كارير اكوزيشن. اول ما تدخل على البروبلم هتتخض من شكل البلوك دياجرام بس الموضوع سهل جدا اوكي؟ بس ما انت ما تتخضش من الشكل الكبير بتاع بلوك دياجرام انت امشي فيه حته حته مع سيكونس الاسئله يعني هو هتلاقي دكتور يعني ماشي معاك ايه حته حته كده هو بيجايد يو ثرو السؤال ماشي فاول حاجه بيقول لك ايه بيقول لك سكتش السيجنال واي اوف تي اند اتس سبيكتروم مين واي اوف تي ان انا هنا لما ضربت ايه اكس اوف تي ديت في السكوير ويف عاوزها تايم وفريكوانسي ماشي بعد كده بيقول لك ايه تايب اوف مودوليشن بعد كده بيقول لك ايه عندك فلتر اتش اوف اوميجا هستخدمه بعد الباند باس فلتر ماشي وبيقول لي عاوز ايه بعد كده ايه تايب اوف مودوليشن والباندويث وبعد كده بيقول لي عاوز الدي مودوليتر وهنا بيقول لك عاوز بس الايه الاوتبوت بتاع زد اوف تي ارسم لي زد اوف تي هنا يعني. ماشي الناس تبدا كده تجرب تمشي مع سيكونس كده الاسئله بس انا عاوز اقول لكم حاجه عشان احس ان الناس مش شاطره الحاجات ببعضها ماشي انت عارف ان الترانسفورم بتاع السينك ايه سوري الترانسفورم بتاع الراكت سينك صح ماشي انا عندي هيروح هناك يبقى ايه؟ يبقى سكت. كده؟ طب لو انا عندي ده بقى بريودك في دومين يروح الدومين تاني بقى ايه؟ سكريت يبقى هيديني نفس الحاجة بس ايه؟ سكريت عندي ايه؟ هنا وهنا عند زيرو عند اوميجا سي وعند التلاتة اوميجا سي ده اللي اوميجا سي ايه؟ زيرو وايه؟ هنا الأربعة اوميجا سي اند سو اون. طب تيجي ترسم بقى حاجة شبه كده المفروض تشفت ايه؟ تضرب الام اف تي بالشكل ده كان بيعمل ايه كونفليوشن مع الدلتا دي صح؟ فلما تيجي تشفت لازم تبين للدكتور ان ده ايه؟ ده عند ماكسيم وده الفاليو بتاعتها اقل شويه وده ايه؟ اقل دي اللي هي الامر في الاخر انت فاهم ان الامر بتاعه شكله ايه؟ سيكس اوكي؟ التفاصيل دي حاجه تفرق جدا يعني ممكن بعد كده يتغفل لك غلطات انت عاملها بسبب فكره ان انت فاهم فاهمين الفكره؟ لكن لو انت رسمت على طول انت شفت عند الاوميجا سي مثلا بس شفت كده انت شفت كل حاجه بس هي في الاخر ده كله الدكتور ده مش فاهم هو بيعمل ايه اوكي لو انت ترسم ماجنتيود عشان نجد دي
لو انت ترسم ماجنتيود تقول له انا برسم هنا ماجنتيود واي اوميجا وساعتها ترسم ده فوق. مفيش ماشي عشان كده رسمتها في الاول تحت اهي. تمام ماشي. عملت ايه طيب؟ سلو عملت ايه؟ طيب ماشي. هو عمل ايه اول حاجة؟ عندي مين واي دي دلوقتي عندي طيب ضرب التمييز بالسكوير ويف. ماشي تاني كده. هو ايه مين الواي اوف تي؟ هي الاكس اوف تي اتضربت في السكوير ويف. اوكي كده؟ طيب فانا عندي سكوير ويف عشان هي مش بتالترنيت ما بين مثلا واحد ونيجاتيف واحد زي الكوزاين، فمش هرسم مين ريفلكشن صح؟ فيبقى عندي السيجنال كده زي ما هو رسمها دوتد ورسم ايه السكوير على طول. لو كان عندي كوزاين كان ايه اللي حصل؟ بقت ايه عندي ريفلكشن فوق وتحت. او لو كان عندي السكوير ويف ديت بتالترنيت ما بين واحد ونيجاتيف واحد كان برضه هيبقى عندي ايه ريفلكشن. اوكي الناس فاهمه احنا بنعمل كده ليه ولا ايه؟ ها لو مش فاهم قول. ها طيب يبقى ايه كده احنا رسمناها ايه في التايم. طب نيجي بعد كده نرسمها في الفريكوانسي. انا عندي ايه ام اوف تي ضربت في الايه في السيريز دي كلها، فعندي نص ام اوف تي ديت ايه بيس باند صح، فتظهر لي عند البيس باند. طب بعد كده عندي ايه 2 على الباي ام اوف تي كوزاين، فايه اللي هيحصل؟ طالما ضرب في كوزاين هتتشفت عند الاوميجا سي والنيجاتيف اوميجا سي والامبليتيود دي ال ايه النص. اوكي واللي انا لسه قايله لكم ان في الاخر ان ده المفروض يطلع لي الانفلوب بتاع ده ايه سينك صح، فتلاقي في الاخر ان ده شكله عامل ازاي، ان ده في الاخر لو مشيت كده هتلاقي ان هو عامل كده. اوكي فده اللي هو الام اوف تي على الاثنين كومبوننت، وده اللي هو ايه واحد ده في الاخر المفروض يكون الامبليتيود بتاعه واحد على الباي. ماشي ده اللي هو ايه 2 على الباي ام اوف تي في كوزاين، وممكن تكمل ايه اتنين كمان يعني طالما هو مديك الثيرد هارمونيك ارسم الثيرد هارمونيك. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عاوز الزد اوف تي. مين الزد اوف تي؟ هي بعد ما اعدي الكلام ده كله على مين؟ على الباند باس فلتر. اوكي لما اعديها على الباند باس فلتر اكيد انا عاوز اخد مين؟ الاوميجا سي. هو اوريدي المفروض ان هو يبقى قال ان هو سنترد اراوند الاوميجا سي. ماشي فهاخد مين؟ هاخد ده كده كومبوننت دي، فبقى عندي مين زد اوف اوميجا. طب في التايم بقى لوجيكال كده لو انت بتبص للايه للفريكوانسي دومين كده انا عندي مين؟ ده اللي هو الام اوف تي ضربت في كوزاين عادي صح؟ فالتايم في التايم انا ممكن اقول ايه؟ هو السيجنال انا بعرف ارسمها في التايم صح؟ بعرف ارسم السيجنال لما اكون مضروبه في كوزاين، هرسم السيجنال واعمل ريفلكشن وارسم الكوزاين في النص وخلاص. عاوز تبص لها ماثيماتيكال انا الباند باس فلتر شال لي مين؟ شال لي الكومبوننت دي والكومبوننت دي، فاضل لي مين؟ فاضل لي 2 على الباي ام اوف تي في كوزاين، ودي برده ايه؟ ده اللي بعرف ارسمه صح؟ ناس معايا ولا ايه؟ ها في حد مش فاهم؟ تمام؟ طيب كده ايه؟ كده خلصنا A و B. بعد كده بيقول لي what type of modulation does this circuit perform؟ دي بتعمل ايه؟ ايوه ها double side band suppressed carrier. محدش يقول switching modulator، هو بيسأل على التايب. ماشي التايب ده دبل سايد باند سبريس كارير او لارج كارير او سنجل سايد باند او فيسيجر سايد باند، مفيش تايبس تاني. اوكي ده السيركت اسمها سويتشنج مودوليتر. اوكي طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي فلتر اتش اوف اوميجا از يوزد افتر ذا باند باس فلتر
ايه التايب اوف موديليشن؟ اول ما تشوف الشكل ده، ده ايه؟ فيستيجل، صح؟ ده سؤال كده بتحطه في جيبك على طول، ده فيستيجل سايد باند. طب والباندويث؟ اللي هو كل ده، صح؟ يعني مش من هنا لهنا بس، صح كده؟ ده كله. طيب اللي هو كام بقى؟ اللي هي الاوميجا سي بلس 2 باي بي ديت ماينس ال 0.99 اوميجا سي، اللي هي تديك ايه في الاخر؟ 2 باي بي بلس 0.001 اوميجا سي. اوكي كده؟ طيب بعد كده بيقول لي عاوز دي موديليتر. حد يقول لي كده هعمل ايه؟ زي ما عملنا قبل كده. ايوه، هو اول حاجه هو عاوز البلوك دايجرام. لما بيكلمك كده هو عاوز البلوك دايجرام ترسم له ايه؟ ده مضروب في كوزاين كده، وتقول ان ده ايكولايزر. لا ده كله موجود، وبعد كده هتعديه على ده، على الاتش اتش في اوف اوميجا. ايه؟ عشان تجيب الاوميجا سي بس. ما يعني هنا انت عندك كل الهارمونكس دي، انت عاوز الاوميجا سي بس. هتعمل كده، هيعمل كده. لا هو بص، هو انت كنت ممكن دايركتلي كده تستخدمه دايركتلي، ماشي، بس هي البروبلم عشان تمشي بس ايه ان سيكونس كده، فاستخدمنا ده فطلع لي ده، وبعدين خدت منه ايه حته من اللور مثلا او الابر، خد حته من اللور وخدت ايه الابر كله. بس لو انت كنت استخدمته مكان الباند باس فلتر على طول، كان ممكن برضه هتطلع لك هي مش فارقه، صح؟ طيب بعدين ايه هتقول ان ده ايكوالايزر. اوكي، هو عاوزك الاول بس ايه ترسم البلوك دايجرام ده، وبعد كده تقول له ايه الايه ترانسفير فانكشن بتاع مين الايكوالايزر دي. بنعملها ازاي؟ قلنا ان احنا زي ما عملنا من شويه كده، بنشفت ده يمين وشمال، فيديني ايه شكل عامل كده، وبعدين هيديني ايه الفلات توب. المره دي هو ايه الايكوالايزر؟ كان اللو باس فلتر عادي، بس هو في الطبيعي مش لازم يكون لو باس فلتر، ممكن يبقى اي حاجه. اوكي، طيب السؤال اللي بعده في نفس الامتحان ايه؟ شفت ده يمين وشمال حوالين الاوميجا سي، يعني خدت ده كده، خدت الاوميجا سي دي وحطيتها كانها سنتر. هنا انت مش فاهم جبت السينك دي ازاي؟ منين؟ من انهي حته من يعني انت مش فاهم ليه؟ ازاي حولتها فريكونسي دومين؟ طيب انا عندي ايه ده الفكه بتاعت السكوير ويف في الايه في التايم، صح؟ فده كله ضربته في ام اوف تي، فبقى عندي ايه نص في ام اوف تي، هتديني ايه بيس باند سيجنال امبليتيود بتاعها بس ايه نص ايه، صح كده؟ بعدين ام اوف تي ضربت في مين؟ في كوزاين. هيتشفت لي ايه يمين وشمال، واحده عند الاوميجا سي واحده عند النيجاتيف اوميجا سي، صح؟ والامبليتيود هي ايه هيقل النص، فبقى عندي دول. بعد كده عندي ام اوف تي اتضربت في مين؟ 2 على الباي في ايه؟ في نيجاتيف تلت في كوزاين 3 اوميجا سي، هتتشفت عند مين؟ عند 3 اوميجا سي وايه نيجاتيف. انا بقول عشان لما تيجي ترسم بعد كده تبقى بص، في ناس لما تيجي ترسم ما بتبقى، لو انت رسمت سكيل هتطلع لك لوحدها سينك، انت مش محتاج تقول ده. بس في ناس ليها رسمت ازاي؟ رسمت ده بعدين رسمت ده كده او حتى اكتر، ورسمت ده كده ورسمت ده كده، وتقول لك ان ده نص وده واحد على الباي، ومفيش نوع من انواع الايه فيجواليزيشن الصح او الالستريشن اللي انت كاتبه ده صح. في الاخر بيخليهم ده قريبين جدا من بعض، وهو مش قريبين من بعض ولا حاجه. هي في الاخر عندي ده شكل سينك، فلازم ده يقل شويه، يعني ده يبقى عامل كده. اوكي، لو ما عملتهاش مش هتبقى فيها مشكله، بس عشان هي اصلا السكوير ويف لما تتضرب في سيجنال انت واخدها في الايه، واخدها في اللكتشر. اوكي، طيب نيجي على السؤال اللي بعده.
طيب السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي x of t ماشي و x of omega هو مديهم لي، هرسمهم انا دلوقتي يعني. اوكي ده ال x of t وده ال x of omega. وبعد كده بيقول لي write the expression of the modulated signal اللي هي وهو مستخدم double side band large carrier. كده كتب ايه ده؟ ها نكتب الرول اللي هي ايه؟ اللي هي في الحالة دي x of t plus a c cosine omega c of t. ممكن بس تعوض بس بايه؟ ده مثلا بواحد وده ايه؟ 2 باي في ايه في 0.1 لو انت عاوز يعني. تمام. بعد كده بيقول لي sketch the modulated signal in time. هو بيقول لي ان انا عامل ايه؟ ان انا عندي ال AC بواحد ومديني ميو بايه ب 0.5 ماشي. بس هو بيقول لي ان ال AC بواحد يبقى شافت بقد ايه السيجنال بتاعتي؟ بواحد صح؟ يبقى اخد السيجنال بتاعتي ديت اشفتها ايه بواحد فوق كده وواحد تحت كده وارسم الكوزاين ايه في النص. وبعدين بس كده بالظبط مكمله ايه يمين وشمال. طيب بعد كده بيقول لي سكتش ذا مودوليتد سيجنال ان يعني او سبيكترم بتاع هي بروبلم كان كده ماشي. مش عارفه ممكن تكون نورمالايزد مثلا ولا حاجه ما اعرفش يعني، بس هي كده البروبلم ماشي. طيب اعتقد هي نورمالايزد لان اصلا السكيلز كلها صغيره جدا، فاعتقد ان هي مثلا في كيلو في الموضوع في حاجه يعني في ميجا في اي في حاجه في ال اوكي. طيب نيجي بعد كده اللي هو بيقول سكتش المودريت سيجنال في الفريكوينسي دومين. هعمل ايه؟ شفتها صح يمين وشمال؟ ثانيه عشان انا غالبا كاتبه فريكوينسي هنا غلط ما تجيش خالص. 0.025 ماشي. طيب هعمل ايه؟ هشفتها زي ما انتوا بتقولوا كده، هشفتها ايه يمين وشمال اراوند ال 0.1 واعمل ايه والامبليتيود ماشي الامبليتيود على الاثنين، فالامبليتيود بتاعها على الاثنين واحط مين الكاريرز بعد كده اللي عندي باي وباي صح كده ماشي. الامبليتيود ايه مهمه جدا ان انت لازم تحطها، ولازم الفاكتور اوف النص ده تحطه وانت بترسم تقول انت راسم مين. تقول مثلا ده مسميه هو مسميه مثلا اس اوف تي مثلا سميه ايه اس اوف اوميجا، وتقول ان ده مين مثلا ده اوميجا، او تقول ان ده اف فساعتها ده يبقى ايه برده ده يبقى اس اوف اف. الحاجات دي بتفرق اوكي. طيب بعد كده بيقول لي عاوز الباندويث بتاع موديليتد سيجنال هو ده صح، او اللي هو ايه 2 في مين 2 في 2 بي صح. يبقى عندي 2 في 0.025 اللي هي 0.05 اوكي. بعد كده بيقول لي ان انا عندي الباور مديني الباور بتاع 1 سايد باند ب 0.41 عاوز الافشنسي بتاعه السيستم عندي. بالظبط هي بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي ده بتاع 1 سايد باند، السايد باند الثاني عندي ايه سيم باور، فاقول ان ده توتال سايد توتال باور بتاعه السايد باندز كلها اللي هو 2 في 0.4 على التوتال باور بتاع السيستم كله اللي هو ايه برده 2 في ايه في 0.4 بلس الباور بتاع الكارير. مين الباور بتاع الكارير؟ اللي هي واحد اللي هي في الاخر تدي نص صح كده. ده كان السؤال الاولاني في الامتحان ده، ده كان السؤال الثاني في الامتحان ده. شويه في فكره او بيخد عشان فكره بس ايه السكوير ويف والكلام ده، لكن اكشلي ده كان السؤال الاولاني فدارت قوي يعني. بس للاسف برضو في ناس بتغلط فيه لان تقريبا ما بتبقاش مصدقه ان هو سهل فبيروحوا غلطانين فيه ماشي. فهي اهم حاجه ما تتخضش في الامتحان، الامتحان فعلا هيجي ريزنبل جدا مذاكر، هو هيجي زي ما انتم يعني هو مجرد انتجريشن من كلام كتير احنا قلناه. لو جيت بصيت لي البروبلم ديت انا عندي ايه؟ انا كنت مره قلت لكم السكوير ويف لما نيجي يتضرب بيتعمل ازاي؟ ومره انت عارف الباند باس فلتر بيشتغل ازاي؟ وعارف ايه تاني؟
وعارف لما تيجي تعمل whatever انت لما تضرب في كوزاين بتبقى ايه بتتعامل معاها ازاي. فهي انتجريشن من معلومات كتير انت عندك اوكي. فما تتخضش من ايه من شكل السؤال. ان شاء الله تحل كويس في الميد تيرم ويعني ربنا يوفقك ان شاء الله.